اللعبه صارت لعبه اولمبيه لازم ننهض فيها. وبعد مشاركتنا الناجحه بالبطوله العربيه للرجال والسيده كان عندنا هذا الاستحقاق اللي هو بطوله الناشئين، والحمد لله عندنا حوالي 140 مشترك وعم تتم البطوله وفق النظام الدولي، ومستويات ان شاء الله كثير مبشره بالخير. اساس نجاح اي بطوله واي مسابقه هو التحكيم. عم نحاول كثير نتشدد بموضوع التحكيم ونكون كثير دقيقين ونضاعف عدد الحكام حتى تطلع النتائج يعني اقرب ما يكون الى الحقيقه، اضافه لانه في عندنا بطولات عالم للشباب قريبه وفي بطوله عرب للشباب ان شاء الله بتكون باستضافتنا، فلازم نحضر فريق يكون كثير قوي والقادم افضل ان شاء الله. الموي تاي اقبال عليها لانه هي بتشمل تقريبا كل الالعاب تقريبا القتاليه، معترف عليها بالتسع اسلحه، هن القبضتين والكوعين والركبتين اضافه الى الرجلين، واللي بيميز اللعبه اكثر شيء هي الكلينش، انه الكمش، كمش الراس. لعبه قويه وبتهذب النفس، هي ما عنيفه ابدا. احنا هون بالوطن العربي اجمالا نحن اسمنا لاعيبه هوات، يعني في واقيات كامل يعني السلامه كامله متخزي، واقيات الصدر، واقيات المقتل، واقيت اسنان، واقيت الراس، واقيت الكوع. لاعب ما بيطلع بيلعب الا اللي يكون دفاعه قوي وهجومه قوي. في عنا كذا لاعب كانوا مميزين بالبطوله، عم يلعب فنيات كامله للمواي تاي، عم فرجونا المواي تاي شو هي. في مستوى حلو من اللاعبين، في عنا كثير خامات اذا تبنت توصل ان شاء الله يا رب. عمري 13 سنه، شارك ببطوله الناشئين لبلدي سوريا الحبيبه، والمباراه كثير حلوه وحاب اصير بطل عالم ومثل اسم بلدي الحبيبه.